السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة شهر رمضان الكريم حبيت أتوجه لأهلنا في قرية جد المثلث وأقولهم كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم الطاعات. قبل سنة كنا معكم على اتصال في ضمن حملة ومن أحياها لمساعدة أهلنا في غزة، والحمد لله كان نجاح منقطع النظير، كان إقبال شديد وكان كرم من أهلنا في قرية جد، واستطعنا ان نشتري معدات وان نبعث 5 شاحنات لغزة مزودة بمعدات طبية وأسر متقدمة. السنة بسبب الأوضاع الإنسانية طبعا لا تخفى على أحد منا، قررنا الحمد لله ان نعيد العهد وان نعمل حملة ومن أحياها ومن أحياها اثنين. الحملة هي حملة قطرية بإدارة الأخ الشيخ الدكتور رائد فتحي بارك الله فيه. فالحملة راح تبدأ إن شاء الله يوم الجمعة من 10/5/2019 وتستمر ليوم السبت 18/5/2019. فبتمنى من أهلنا اللي تعودنا على كرمهم إنه يشتركون ويشاركوا ويتبرعوا مشان نقدر نشتري هاي الأدوات كمان مرة ونوديها على غزة، وبارك الله فيكم.